السلام عليكم. 30/7/2024 من معرض النحل والعسل في مدينة الباب. محمد حسن، الاسم بالخير؟ عبدو حسن قبتشيح أو حسن. مناحل؟ مناحل حلا. العسل والنحل ولا؟ إيه، عسل ونحل وغبار ضلع وغزال ملكي. معرض كامل هون؟ معرض كامل. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هون عندنا ماركة عسل الشفا شركة الحسن، معكم الأستاذ حسن. اليوم شاركنا في المعرض الثاني 30/7، شاركنا في المعرض الثاني للمنتجات العسل والنحل. المعرض الأول ما صار لنا نشارك فيه وما كان عندنا فكرة عنه، إلا شفناه إعلاميا، وأنا حاليا باشرنا بنشر منتجنا العسل المؤلف من عدة أنواع عسل اللي طلعناه من خلايانا، خلايا النحل الأساسية لشغل إيدنا، طبعا شغل مناحلنا بالشمال السوري المحرر. طبعا عندنا العسل جيجان، عسل حبة سوداء، عسل الكزبرة، عسل السدر، عسل الشوك، جميع أنواع العسل اللي تنتجها منطقتنا هون، اللي تمتاز فيها منطقتنا هون. وإن شاء الله بالقريب قريبا إن شاء الله بيطلع أزهار جديدة إن شاء الله بيكون لنا مشاركة فيها. وطبعا أشكر صيدليتكم على اللفتة الطيبة والمشاركة الطيبة. طبعا كمان عندنا عسل بشهدو وعسل مصفى. العسل بالشهد فيها بعض الزبائن يطلب العسل بشهدو، يعني الزبون له ثقة أن يكون العسل بالشهد طبعا من الخلية مباشرة. هاي شكل النوي، هذا طبعا قرص صغير جدا. طبعا أنت شايف كمان عندنا على الطاولة حاطين أدوية. الأدوية كمان نحن أثناء صروحنا بالنحل أو أثناء فحصنا للنحل ممكن يتعرض أي نحال أو أي حدا من الجوار لصدمة تحسسية نتيجة لطغى النحل. الصدمة التحسسية بتؤدي أحيانا للوفاة إذا ما كان عندك الطريقة والإسعافات الأولية أو العلاج، فممكن تؤدي بالمريض للوفاة. فنحن دائما معنا أبر مضاد تحسس وأبر هيدروكورتيزون إذا اضطر الأمر لعلاج قبل ما توصل المريض لأقرب مشفى. كل شكر لكم صيدلية مورك، مسرور جدا للقاء معكم. السلام الله، أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم 30 تموز تم افتتاح معرض العسل ومنتجات النحل الثاني في مدينة الباب. طبعا الهدف من المعرض هو زيادة قدرة نحالينا على التسويق والتعريف منتجات النحل والعسل وأهميته بالنسبة للمواطنين ودعمه. شكرا. حسن قبل شيء مناح الحلا، عسل بشهد ونحل بلدي، عسل طبيعي، غبار طلع، غزال ملكي، عسل عدة أنواع حسب المراعي. منطقة منطقة الباب، المعرض منطقة الباب، معرض النحل والعسل. ايه، اي العسل موجود. طبيعي، الحمد لله رب العالمين.